خلي دايما يعني جزء من أهدافك أو جزء كبير من أهدافك إنك تكون بتعمل الحاجة دي لوجه الله، أو ما تستناش مقابل، أو ما تستنيش مقابل. فكرة إن الشخص يكون من جواه نية صافية إن هو بيعمل الحاجة دي بنية خير، أو بنية إن هو يساعد حد، أو بنية إن هو بيحاول ان هو يوصل مثلا معلومة او يفيد غيره، او يقف جنب غيره، او يكون ليه اثر في حياته. الفكرة ديت يعني بتدي للانسان جواه طاقة كبيرة في ان هو يقدر يكمل ويحس بدوره في الحياة، وان هو يكون شخص يعني ليه اثر في الحياة. وطبعا ده بينمي ثقته بنفسه. ف كمان مهمة قوي قوي يعني فكرة مش لازم كل حاجة نعملها نبقى مستنيين ليها مقابل، لان دي يعني من ضمن الحاجات الغلط قوي اللي في بعض الاشخاص تقول طب انا عملت وما لقيتش مقابل، طب انا عملت وما لقيتش مثلا تقدير من اللي انا عملت، يعني من الحاجات اللي انا عملتها. ف في يعني الجزء اللي الإنسان بيعمله بنية صافية أو بنية ليها لوجه الله دي لازم يبقى فيه جزء كده بنعمله في حياتنا ما بنبقاش مستنيين مقابل بدون أي شروط. الموضوع ده لما بنعمله مع التكرار أكيد بنلاقي خير كتير جايلنا، لأن احنا لما بنعمل الحاجة دي بنية خير فربنا دايما بيزود لنا الخير. بس دي النقطة اللي حبيت اتكلم فيها، ولان الموضوع ده فعلا لما يعني بقيت بجربه في حياتي فلقيت فعلا الموضوع بيفرق جدا جدا. نورتوني جدا وبحبكم جدا. باي باي.